كتير اقراص الحلاوه. عندي هنا ربع كوب، ربع كيلو سكر اللي هو كوب وربع، هنضيف عليه نص كوب ماء، وهضيف عليه تمن معلقه صغيره ملح ليمون، او تقدري تستخدمي عصير ليمون. هذا تمن معلقه اهو. نضيف معلقه عسل جلوكوز اهو، او كورن سيرب، انا بستخدم كورن سيرب، هذا بديل العسل الجلوكوز اهو. وعندي هنا معلقه ونص جيلاتين دوبتها في 2 معلقه ماء ورد. الحين هنحط الخليط على النار ونشوف الخطوه. هنا اصحابي الخليط احنا حطيناه على النار عشان يدوب، والجيلاتين وماء الورد اللي دوبناه هنضيفه عليه اهو. لازم ندوب الجيلاتين لحاله اول، وهنخليه حتى بقى يغلي. احنا نريد هنشوف القوام مع بعض، هيكون سيرب تقيل. اوكي، هنخليه يغلي ونشوف الخطوة التانية مع بعض. شايفين اصحابي الخليط بدأ يغلي بس لسه قوامه خفيف اهو، نريد نشوف، ولسه هياخد حوالي 10 دقايق. شايفين القوام لسه خفيف، احنا ما نريده كده، نريده قوام ثقيل، فلسه هياخد حوالي 10 دقايق على نار متوسطة، ونرجع لما نشوف الخطوة التانية اما يقعد الخليط. صار جاهز اهو، شايفين القوام بينزل بتقل اهو، شايفين مش خفيف زي الاول يعني اهو، شايفين هذا كده صار جاهز اهو، شايفين النقطة بتنزل تقيلة كيف اهو. الحين بس هنخليه يبرد ونضيف عليه معلقة صغيرة زيت ونشوف، ونخليه يبرد شوية. يعني انا الحين هسكر النار خلاص اهو، سكرت، وهضيف معلقة صغيرة زيت نباتي ونشوف الخطوة. اصحابي قدامك حل، هذا الخليط اهو بعد ما خليته برد شوية، الحين انا هحطه، حطيت العجان وخليت العجان دهنته زيت، والكف دهنته زيت. لو ما عندكيش العجان هتقدري تحطي زيت على الرخامة وبمعلقة خشب او معلقة سيليكون، وتبدأي تلمي وتعجني فيها. كل ما هيبرد الخليط هتلاقيه لونه افتح، وادانا شبه شكل الاقراص البيضه بالظبط اهو. هبدا بقى اشغل العجان، وهو هيبرد ويعجنها لي، فهتبقى تتجمد وتبقى عجينه اهو. هفضل مشغله لحد ما تتجمع عجينه ونرجع نشوف شكلها. شايفين اصحابي كل ما بتتضرب اللون بيفتح وهتبدا تجمع مع بعضها، هنفضل شغالين لحد ما تتجمع عجينه. انا اصحابي اهي اتكونت معايا عجينه، هبدا بقى اخد ادهن ايدي زيت ونبدا نشكلها مع بعض. شايفين اصحابي هبدا بقى اخد شويه، لازم الايد يكون فيها زيت اهو، شايفين والايد فيها زيت، بنقدر نشكلها بمنتهى السهولة. شايفين انا عندي هنا طبق اهو عليه سمسم، هنبدأ نشكلها اول اهو، شايفين بايدي كورة حسب بقى الحجم اللي انتوا تريدوه اهو. يعني الحجم هذا انا شايفة ان هو كويس اهو، وهنبدأ اهو، هنحطها على السمسم ونرش فوقها سمسم، ومش هينفع نحركها اهو، نسوي بس القرص اهو. شايفين ونضغط، وهنسيبها يوم كامل حتى تجف اهو. وانا حاطه هنا برضو فروته مشكله وحمص اهو، هاخد برضو جزء من العجينه. طول ما الايد فيها اهو، شايفين ايديا فيها زيت اهي،
بتتكون على طول اهي. وقلت لو ما عندكيش العجان عادي بمنتهى السهوله، خلينا مثلا نحطها هنا على الحمص اهي. وبالمعلقه شايفين تشكيلها سهل، وبالعجانه سهلت علينا. ما عندكيش العجانه زيت بقى على الرخامه واشتغلي اهو. هكمل بقى الباقي بنفس الطريقه ونرجع نشوف، ونسيبها تجف يوم كامل ونرجع نشوفكم في التقديم. حبيت اراويكم تاني برضو اصحابي اهو، بناخد جزء اهو. اهم حاجه الايد اهي، الايد فيها زيت اهي، بنسويها قرص ونحط عليها المكسرات مثل ما انتم شايفين اهو. نفس ما سويناها هنحطها على المكسرات ونخليها تجف لمدة يوم، ونرجع نشوفكم لما تجف ان شاء الله. ورجعنا اصحابي بعد ما خليناها لمدة 3 ايام، سامعين قد ايه مقرمشة وهشة وخفيفة وتحفة ان شاء الله. يا رب تعملوها. اهم حاجة تقعد من يومين لتلات ايام على الصاج، ما تشيليهاش عشان لو شلتيها هتبدأ تتفتفت منك، فتخليها لحد ما تجمد وتبقى راس، وان شاء الله تعملوها وتتبسطوا عليها. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.